من إسلام أباد ينضم إلينا إسماعيل مطر مراسل الغد. إذن ما هي آخر تطورات هذا التوتر إسماعيل؟ نعم، بحسب المتحدث باسم الجيش الباكستاني فإن القصف الهندي الباكستاني بدأ يوم أمس ليلا، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة عدد آخرين. هذا ما لم تتوقعه الحكومة الباكستانية ولم يتوقعه المراقبون هنا في باكستان، خاصة وأنهم كانوا من المتوقع لديهم أن يكون هناك هدوء من الطرف الهندي بعد أن قامت باكستان بتسليم الطيار الهندي الذي كان معتقل لديها. الحكومة الهندية كانت قد تكلمت يوم أمس بأن لن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الحد الفاصل بين البلدين، خاصة لأن باكستان ما زالت تأوي إرهابيين، هذا بحسب وصف الحكومة الهندية الذين ما زالوا يتهمون باكستان بإيوائها لجماعات مسلحة تقوم بعمليات داخل الهند. طيب إسماعيل، هل تم فتح المجال الجوي كما كانت قد ذكرت باكستان أمام الرحلات التجارية؟ هناك افتتاح جزئي لهذه الرحلات التجارية، ولكن الافتتاح كما ذكرنا سابقا هو افتتاح حذر جدا وتدريجي أيضا، إلى أن يكون هناك استسباب للحالة الأمنية وتأكيد من الطرف الهندي على عدم القصف مرة أخرى. وإلى ذلك الحين فإن الحكومة الباكستانية ما زالت تفتتح رحلاتها حتى الآن بشكل جزئي وفي بعض المطارات وليس في جميع المطارات. الرحلات التجارية الآن تتحرك ولكن بشكل جزئي وطفيف جدا بحسب ما وردنا من أنباء. شكرا جزيلا لك إسماعيل مطر، كنت معنا من إسلام أباد.